السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشمر لكم النهاردة بقى موضوع استشمير الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، مش عارف أبدأ والله يا إخواني ولا أدخل في الموضوع من غير ما أقول لكم إني أحبكم في الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيوة كده رجالة، إني أحبكم في الله. ما أحبك الله يا عم، يمكن واحد دعاه مستجاب خلاص، يعني تبقى الدنيا، ربنا يفرج علينا جميعا، ربنا يبارك فيكم إخواني. إني أحبكم في الله والله، ويعني وأخواتنا الفضلات الكريمات يعني نحترمهم ونعزهم ونجلهم، ربنا يبارك فيكم جميعا وينفع بكم جميعا ويستعملنا ولا يستبدلنا يا رب، إنه لي ذلك القادر عليه. أما بعد، يعني سبحان الله، يعني كنت في سفر قصير كده مع زوجتي، يعني فسبحان الله، يعني خاطرة كده وإحنا مع بعض كده بتقول سبحان الله، يعني احنا مسافرين يوم وقاعدين نجهز التجهيز ده عشان يوم، امال سفر الاخرة المفروض يتجهز له قد ايه؟ امال ليلة القبر اللي ممكن واحد يقعد فيه 1000 2000 سنة المفروض يتجهز له قد ايه؟ امال الدار الاخرة المفروض يتجهز لها قد ايه؟ ولو الواحد بيسافر ليلة هيبقى فيها شيء من المتعة او شيء من الترفيه عن النفس، بيبقى فرحان قد ايه؟ امال الجنة المفروض نفرح بها قد ايه؟ ده انا لو قلت لكم يلا رجالة تعالوا الوقت نطلع على راس البر اللي جنبنا ده اللي بيننا وبينها ساعة، هناكل أكلة سمك مشوي بكابوريا بجمبري جامبو بملوخية بالجمبري. تعالوا يا رجالة يلا، والعربيات بره، هنطلع نتعشى العشوة دي قدام البحر ونرجع تاني. بالله عليك هتبقى فرحان قد ايه؟ هتبقى طاير قد ايه؟ عشان يعني بلد بيننا وبينها ساعة وهنروح ساعة ونرجع. امال الجنة يا اخواني نشتاق ليها قد ايه؟ نفرح بيها قد ايه؟ نتلهف عليها قد ايه؟ مشهد عجيب جدا الواحد تخيله يوم القيامة لما بتنشق القبور عن البشر وبتتجمع رفات الاجساد ويطلع البشر الرجال والنساء من تحت القبور، الاطفال يوميها اللي ماتوا هم اطفال بيبعثوا شيب شيبان، رؤوسهم ديت زي اللي عنده 100 سنة، زي الراجل اللي عنده 100 سنة شيبان يا اخواني. واذا كان الاطفال اللي ملهمش صحيفة، الاطفال اللي ملهمش وزن اعمال، الاطفال اللي مش هيعبروا من على الصراط، الاطفال اللي مش مكلفين، الاطفال اللي مش هيعرضوا على الله، رؤوسهم بتشيب من الهول. امال يا جماعة الكبار هيعملوا ايه؟ يبقى من باب اولى الكبار ستشيب رؤوسهم. وفي المشهد ده وفي وسط الهول ده تفاجأ ان ناس ماشية وعلى رؤوسها تيجان الملك يوم القيامة، ملوك يوم القيامة، يعني ناس رؤوسها شيبان وناس على رؤوسها التيجان. انت عايز تبقى من دول ولا من دول؟ انت عارف مين اللي بيتوجوا يوم القيامة؟ هو ده موضوع درس الليلة يا اخواني، هو ده المشروع اللي احنا جايين به الليلة بإذن الله، هو ده المشروع اللي ربنا فتح علينا عليه بينا الليلة. والحقيقة يعني ده مش حاجة الوحيدة اللي ربنا فتح علينا بيها الليلة، فضلوا مني تلا النهاردة برضو بشرى لأخواتنا، النهاردة هتبدأ ورش النسائية بإذن الله، ولكن ده هنتكلم عنه في آخر الدرس. ولكن المشروع اللي ربنا فتح بيه علينا الليلة مشروع هيلبسنا كلنا التيجان في أرض المحشر بإذن الله سبحانه وتعالى، مشروع ربنا هيتوجنا بيه وهيلبسنا بيه تاج الكرامة وحلة الكرامة بإذن الله، وهيلبس من كان سبب في هذا المشروع بإذن الله تاج النور على رأسه يوم القيامة، وسنلبس بسببه تاج الوقار بإذن الله. كل دي حديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشروع الليلة يا جماعة، مشروع الليلة ايه؟ ها؟ حفظ القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى، تحفيظ كتاب الله. النهاردة كنت مع بعض إخواني قلت لهم الدرس بتاع الليلة ده كفاحي. يعني ايه كفاحي؟ يعني واحد يحفظ خلاص ممكن الواحد يدخل الجنة بسببه. عشان كده أنا عايزكم تركزوا معايا جدا إخوة وأخوات شباب وبنات، أنا عايزكم تركزوا معايا جدا يا جماعة، لأن احنا هنتكلم عن حاجة لو جت في حياتنا هنشوف الوقت حياتنا هتتغير قد إيه. أول حاجة، حفظ القرآن ده من معجزات الإسلام. يعني ايه من معجزات الإسلام؟ هل أنت تعرف واحد من المليار نصراني اللي على وجه الأرض حافظ الإنجيل؟ مفيش الكلام ده، ولا بابا الفاتيكان نفسه. هل تعرف يهودي واحد حافظ التوراة؟
لا يمكن ولا هي موجودة اصلا. يعني هل واحد حفظ التوراة زي الطفل؟ عايزين نجيب طفل عنده 3 سنين ويسمع لنا، ولا طفل عنده 7 سنين خاتم ويجيب لك القرآن بالواو وبالفاء وبالمد المنفصل وبالمد المتصل، ويجيب لك احكام النون الساكنة والتنوين، ويجيب لك الالفاظ بقمة الدقة، ويجيب لك ايه يا اخواننا ده معجزة حفظ القرآن. ده العلماء قالوا هو من معجزات الاسلام. الاعاجم بيحفظوا القرآن. لما كنت في بنجلاديش الاطفال بيحفظوا في القرآن كله، هم مش عارفين هم بيحفظوا ايه اصلا. لو جبت له ورقة فيها كلمة عربي ما عرفش يقراها، لو قلت له كلمة عربي ما يفهمكش، وهو خاتم المصحف من أوله لآخره. سبحان الله. بل أنا أعرف بعض المرضى الذين لا يستطيعون أن يتكلموا جملة على بعضها، حينما يرتلون القرآن تتخذهم كبار المساجد أئمة من كتر انطلاق اللسان بالقرآن. ايه المعجزة دي؟ ايه اللي في الكلام ده؟ الكلام ده كلام ربنا يا جماعة، الكلام العظيم ده كلام ربنا. كل اليهود والنصارى اللي على وجه الارض لا حافظين التوراة ولا الانجيل، احنا عندنا ملايين الاطفال حافظين القرآن زي ما هم حافظين اسمهم، بل اكتر ما هم حافظين اسمهم. وهو ده معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. العلماء قالك يعني يسرنا القرآن للذكر، قالك يعني القرآن ميسر للتلاوة. في الحرم تلاقي الاعاجم قاعدين يقروا القرآن، وتيجي بقى تلاقي انه بيعرف يقرا عربي، تيجي تكلمه مش فاهم منك حاجة، هو بيقرا القرآن كله. يعني ايه ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ اي يسرناه للفهم ويسرنا الاستنباط منه. العلماء قالوا لك ان اسهل علم يحصل في الدنيا التفسير. قالك ليه؟ قالك ده انت معان عليه من الله سبحانه وتعالى، ربنا يسره. ولا انسى الشاب اللي حرق قلبي يوم التلات اللي فات. حرق قلبي على ايه؟ منه لله، منه لله. كلمة حلوة، خدوا بالكم، ده بنت كلنا مننا لله على 50 جنيه. وانا بشرح في آيات عباد الرحمن في الليلة القرآنية، فطلعت ورقة كده قلت لهم يا جماعة 50 جنيه للي هيقول لي الترابط ما بين الآية دي والآية دي. وانا بقى معتقد ان ايه بقى يعني، فلقيته بكل سلاسة بيقولها لي. فقلت له ما تقولي اسمه رجالة، خد يا ابني ال50 جنيه ونتفهم بعد الدرس ان شاء الله. فاحد اخواني كان بيحفظ قرآن لاطفال، وكان بيشرح لهم معاني التفسير، كان بيجي يقول لي الاستنباطات اللي الاطفال بيقولوها كان شعر راس الواحد هيقف منها. اطفال بيقولوا كده، اطفال بيفهمهم في تدبر القرآن للدرجة دي. ولقد يسرنا القرآن للذكر، كلام ربنا. الفلاح يحفظه، وعالم الذرة يحفظه، استاذ الجامعة يحفظه، والام اللي ما تعلمش قراءة وكتابة يحفظه، الطفل يحفظه، والكبير يحفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، اي يسرنا القرآن للحفظ. وهذا المعنى الثالث في الآية، ان القرآن ميسر للحفظ. يا جماعة اوعى تقول صعب، اوعى تقولي صعب. ربنا قال يسير يبقى يسير، اللي ربنا قال عليه يسير اوعى انت تقول عليه عسير. انا النهاردة حاسس ان احنا في معركة مع بعض يا جماعة، وانا عايز اقنع كل واحد منكم وكل واحدة منكم، حفظ القرآن هيعمل ايه في حياته، حفظ القرآن هيعمل ايه في دنيته، حفظ القرآن هيعمل ايه في الدنيا. سبحان الله العظيم. الشيخ عامر الله يرحمه، الشيخ عامر عثمان اللي اسمه مكتوب على المصحف، الشيخ عامر عثمان اللي هو مسك شيخ عموم المقارئ المصرية بعد موت الشيخ الحصري رحمه الله. الشيخ عامر عثمان لما اختاروه في السعودية عشان هو اللي يشرف على مصحف الملك فهد، فآخر سنوات من عمره مرض لم يكن يستطيع الكلام، فلما قبل موته بثلاث ايام رد الله له صوته. هذه القصة ثابتة واقعية، يعني كلام يعني خلصان قبل ما يموت بثلاث ايام ربنا رد له صوته، فختم المصحف من الفاتحة الى سورة الناس ثم مات الله يرحمه. ان انا عايز اقول لك ان القرآن ممكن يعمل ايه في دنيتك. ابن عباس بيقول من قرأ القرآن، اي من حفظ القرآن، يعني ايام الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كلمة قارئ كان اسمها حافظ، قراء القرآن يعني الحفاظ يا جماعة، انما كله بيتلو. من قرأ القرآن لم يرد الى ارض العمر، يعني ما يجيلوش الزهايمر. شوفوا الشيخ الزيات وعنده 90 سنة حالة ذهنه ايه، شوفوا الشيخ السمنودي وعنده 80 سنة حالة ذهنه ايه، شوفوا علماء القراءات في العالم لاخر يوم في حياته بيدي اجازات واسناد، لا الزهايمر ولا يكبر يخرف يفقد عقله. من قرأ القرآن لم يرد الى ارض العمر. اللي خايف من امراض الشيخوخة يا اخوانا، حفظ القرآن ممكن يعمل كده في حياته. احد الـ يعني الـ 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 الاخوات يعني سبحان الله العظيم بتكشف، يعني جالها اعراض كده في المخ والدماغ وكده، بتكشف اكتشفوا ورم في المخ. هذه قصص واقعية، قصص اللي قالها لكم الليلة كلها قصص واقعية.
اكتشفوا ان عندها ورم في المخ. بتقول هذه الاخت بتقول حسيت ان انا لا يمكن اموت وقابل ربنا وانا مش حافظ القرآن رغم اعراض الورم اللي في المخ واعراض الصداع اللي بيجي والاعراض العصبية اللي بتيجي اعراض مهولة. بتقول كل ما كنت الاقي يعني اعراض الورم بتزيد في حياتي كل ما صمم ان انا اكمل وكل ما عزمت تقع والاقي خلاص ما عدتش قادرة افتكر ربنا وبيقول لي يوم القيامة اقرأي وارتقي ورتلي فان منزلتك في الجنة عند اخر آية معك. كل ما اجي اقف او اتوانى افتكر ان خيركم من تعلم القرآن وعلمها. كل ما اجي اقف سبحان الله العظيم وختمت المصحف تقول وهي متابعة مع الفحوصات والعلاجات تقول ذهبت الى المستشفى بعد ما ربنا من عليها بالختم وعملت اشعة من باب التجديد ومن باب الايه من باب المتابعة الدورية. بتقول الدكاترة مسكوا الاشعة وفضلوا يدخلوا اوضة يخرجوا من اوضة يبصوا في الاشعة وهي قلبها اتخلع وحست ان خلاص الموضوع ما هو الا في النهاية. فوجئت بالدكتور بيقول لها 70% من الورم راح لوحده بفضل الله. 70% يعني خلاص بقى يعني حافظ القرآن 70% راح تكمل بقى و30% هيروحوا بإذن الله سبحانه وتعالى. تلتين الصخرة اتفتحت رجالة يبقى التلت الباقي يتفتح بإذن الله سبحانه وتعالى. القرآن انا عايز اقولك القرآن هيعمل ايه في دنيتك؟ القرآن هيديك ايه في دنيتك؟ القرآن هيغير ايه في دنيتك؟ يا جماعة القرآن من اسباب الكرامات في الحياة. اللي منكم اجتهد في الحفظ فترة من الفترات يعرف القرآن ده ربنا بيكرم صاحبه وبيجتهد في حفظه قد ايه. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لما كان حديث البخاري واحد من الصحابة شاف ظلة طنط في السمن والعسل يعني ظللة كده قعدت تشتي كده تمطر سمنة وعسل. فأبو بكر الصديق قال له ذلك القرآن يا رسول الله والنبي أقر على هذا التأويل. السمنة دي يا جماعة مصدر طاقة يعني الفلاح يأكل رغيف بالسمنة وينزل يفلح في الأرض. القرآن هيديك قوة القرآن هيغير عزمتك هيعمل لك نقلة في عزمتك والعسل ده شفاء. القرآن هيعالجك من الضيق والاكتئاب والخنقة والوساوس. بس اصبر كثيرين من حفظوا القرآن قال لك ان هما كانوا بيكافحوا هموم الدنيا وهم بيحفظوا ولكن اصرهم ولما ربنا من عليهم بالختم كل حاجة في حياتهم اتغيرت بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث بصراحة اللي بهرني وشدني جدا واثر فيا جدا في حفظ القرآن حديث التاج يا جماعة حديث التتويج الملكي يوم القيامة. واكتر حاجة شدتني فيه ان ده يوم القيامة مش في الجنة. يعني لو اتقال ان حافظ القرآن هيلبس تاج في الجنة طب ما كله في الجنة ملوك. انما يوم القيامة والناس حفاة عراة شوفوا ربنا هيعمل ايه اللي حفظ القرآن. انا عايزك تنفعل مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وربنا يقول لك ان القرآن بيلقاه يوم القيامة فيقول فيبشره فيعطى الملك بيمينه. اسمع حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الملك ده حافظ القرآن اهو يعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويلبس تاج الوقار. تاج يوم القيامة ده في ارض المحشر يا جماعة يلبس تاج الوقار. في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول القرآن يا رب حليه يا رب خليه احلى واحد في ارض المحشر كله يا رب يا رب يا رب خليه اجمل واحد في ارض المحشر كله يا رب. فيقول القرآن يا رب حليه فيلبس تاج الكرامة. يبقى عندك تاج الوقار وعندك تاج الكرامة ده كل ده يوم القيامة والناس حفاة عراة ده كل ده قبل دخول الجنة. امال لما يدخل الجنة ربنا هيديله ايه؟ اذا كان ربنا هيديك يوم القيامة تتويج ملكي. التاج لغة هو ما يصنع للملوك من الذهب والجوهر. يعني كلمة تاج دي حصري في اللغة للملوك بس. يعني ده ملك. ملك ربنا بيديله حاجة اسمها نعيم التميز يوم القيامة. بيميزه عن الخلقة كلها لانه حفظ كتاب الله. امال في الجنة مستنيه ايه؟ اذا كان في القيامة خد التاج ده امال في الجنة هياخد ايه؟ يا اخوانا سبحان الله العظيم. فيقول القرآن يا رب حليه يا رب حليه يا رب. شوف القرآن هيخدمك قد يوم القيامة فيلبس تاج الكرامة. فيقول القرآن يا رب زد كمان يا رب
كمان يا رب، وما كانش بيشبع من حفظي ومن تلاوتي كمان يا رب، فيلبس حلة الكرامة، بيبقى أكرم الخلق في يوم القيامة، فيقول القرآن يا رب ارضى عنه ارضى عنه ارضى عني. ده في الجنة بقى لما ربنا يجمع أهل الجنة ويقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، إنما ده ربنا بيرضى عنه قبل كل أهل الجنة. يعني ربنا بيديه بره الجنة اللي غيره بيدخل الجنة يتنعم به، أمال جوه الجنة ربنا يديله إيه؟ فيقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه سبحانه وتعالى. اللي بهرنا يا جماعة ان كل ده في ارض القيامة، بل ده ليه هو؟ امال اللي كان سبب في انه حفظ القرآن؟ ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الارض وما فيها. بيكسى والديه حلتين، الدنيا دي كلها ما تجيش فيهم حاجة، فيقول والداه يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن أو بتعليمكم ولدكم القرآن. ده أم وأبوه يا جماعة، أم وأبوه ليه؟ لأنهم كانوا السبب أنه حفظ. طب الكلام ده يسقط عليه كمان المحفظ بتاع القرآن؟ ما هو نفس الموضوع هو السبب، اللي مول تحفيظ قرآن نفس الموضوع هو السبب، اللي حفظ أطفال القرآن في المسجد اللي جنب بيتهم، اللي حفظ زوجته القرآن، اللي جاب محفظة ودفع من جيبه ومن قوته فلوس ليها عشان تحفظ أولاد القرآن، كل ده يا جماعة بيلبس هو كمان حلة الكرامة يوم القيامة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بتاعت حفظ القرآن كتير قوي يا جماعة، بس احنا نتدبر، بس قلبي اتفتح ليها. انا بقول الكلام ده عشانك انت، انا بقول الكلام ده عشانك انت، الكلام ده يا جماعة مستقبل لينا كلنا يا اخوانا. انا بقول الكلام ده الواحد في الدرس ده وهو بيجهزه بقلبه، بيجهزه بمشاعره، لان انا عارف القرآن ممكن يبقى نقلة في حياتك قد ايه، انا عارف القرآن عمل في حياتي ايه، انا عارف حفظ القرآن نقلني في حياتي نقلة شكلها ايه، من شاب غير ملتزم مذبذب مش قادر يثبت لإنسان لا يوجد له، او يعني يزعم انه عايز يعيش حياته عشان نصر الدين ربنا. والسبب تلات اربع تربع حفظتهم القرآن، مع تاني جلسة تحفيظ قرآن وانا لسه خارج من سنة اولى قررت ان انا اسيب الدنيا دي واللي فيها، ولم اكن ابغي الا ان انا اتزود من هذا المعين. يا جماعة حفظ القرآن نقلة، انا عايز النقلة دي انت تاخدها، انا عايز النقلة دي انت تاخديها. للأسف الشديد كثير من يقول لك انا حافظ ثلاث اجزاء واربع اجزاء، طب قوم صلي بينا امام بيهم كده في صلاة العشاء، يقول لك لا معرفش، طب صلي بهم ركعتين نافلة معرفش. عايزين نحفظ صح بقى يا جماعة، وهو ده المشروع اللي احنا عاملينه النهاردة بإذن الله، مشروع المحطات السبعة لحفظ وتجويد القرآن الكريم. برضو الكلام ده سابق، الكلام ده نقوله في اخر الدرس، ولكن انا عايزك تنفعل معايا الوقت بقيمة حفظ القرآن. يا رب حليه الكلمة دي، مش نفسك تسمعها؟ يا رب زده، يا رب ارضى عنه، ده القرآن يوم القيامة قاعد يدعي لك ويشفع لك عشان تفضل ترتفع. والداك يلبسان حلة الكرامة كمان، لا ده اسمع كمان الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبس والداه تاج نوره مثل ضوء الشمس، تاج النور كمان، لأنهم نوروا حياة ابنهم بتحفيظ القرآن. فمين يا جماعة اللي منكم يحفظ القرآن وبعد كده يحفظه؟ يلبس تاج الكرامة في حديث صحيح، وتاج الوقار في حديث صحيح، وتاج النور لأنه نور حياة الناس بالقرآن. مين منكم ينور حياة الناس بالقرآن؟ مين منكم تنذر نفسها أنها تنور حياة الناس بالقرآن؟ طب ده كل ده يا جماعة ده يوم القيامة، ده الفخفخة دي كلها يوم القيامة، ده الباشا ده كل ده يوم القيامة يا جماعة. امال الجنة ده هياخد ايه؟ الجنة ده هياخد ما لا يتخيله احد. اسمع الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية البخاري، لان المشهور من الحديث رواية تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ايه؟ وهو ايه؟ ايوه، وهو ماهر. الرواية دي بقى وهو له حافظ، رواية البخاري الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر، الله، أنا قرأت رواية الحديث قلت أرجع للشروح البخاري أشوف وهو له حافظ مع السفرة الكرام البررة.
يعني في الفردوس الأعلى مع أعلى أنواع الملائكة، يعني مع حملة القرآن في السماء. يعني معناها حفظ القرآن ده بيرقق قد ايه، يخليك في معية الملائكة بمعية الله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الخطير ده اللي انا جايب لكم رواية ليه، زيادة في مسند الامام احمد، بتبين العلماء ليه حملوه على حفظ القرآن. ثم يقال له اقرأ وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر آية ايه تقرأها، ده الكلام المشهور. فالعلماء قال لك ده حافظ القرآن، وان عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وان كل آية بتحفظها بدرجة في الجنة. يا نهار ابيض، ده انا عشان ازيد من درجة لدرجة في الجنة يا جماعة محتاج عبادة وصلاة ومحتاج مجهود ومحتاج تضحية. بحفظ آية ازيد درجة في الجنة، يعني يا جماعة يعني الصفحتين دول حفظهم يطلعوني 20 درجة في الجنة، يعني الجزء 29 و30 يطلعوني 1000 درجة في الجنة، 995 درجة في الجنة. يعني يا اخوانا الآية حفظها بدرجة في الجنة، يا بلاش يا اخوانا، ده مين اللي يضيع الفرصة دي، مين اللي يضيع الفرصة الذهبية ده ايه. فإن منزلتك عند آخر آية، اسمع بقى الرواية التانية، فإن منزلتك عند آخر آية معك. معك، العلماء وقفوا عند حرف معك، قال لك معك دي ما تجيش غير مع حافظ قرآن. ليه؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام زوج الرجل بما معه من القرآن. يعني ايه ما معه؟ يعني اللي حافظه. يبقى ان منزلتك عند اخر آية معك. تخيل بقى، تخيل شاب حافظ الجزء 30 وحافظ 29 وطلع 1000 درجة في الجنة، وبعد كده كان داخل في سور القاف بيكمل، ولكن اتشغل، ولكن جوزها بقى والمطبخ والاكل اللي بتعمله في بيتها وعيالها اتشغلت، ولكن بقى مل وفطر وقال لك مش قادر، ولكن بقى وقام واقف وركب الاسانسير بتاع الفردوس الاعلى اللي هو اسانسير حفظ القرآن، قعد يطلع 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 يطلع، فجأة الاسانسير وقف، اتفضل انزل. ليه؟ ده لسه في 5000 درجة فوق كمان. منزلتك عند اخر آية معك، خلاص ده القانون بتاع الاسانسير ده. الاسانسير ده الرقم اللي بيتكوا عليه ده الرقم بتاع درجة الجنة، ده هو عدد الايات اللي انت حافظها. اتفضل انزل، منزلتك عند اخر آية معك. تخيل واحد معاه 6236 آية، اطلع 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 اطلع. سورة البقرة 286 درجة في الجنة، آل عمران 200 درجة في الجنة، النساء 176 درجة في الجنة، كل سورة من سور القرآن بدرجات درجات درجات. يا اخوانا حفظ القرآن ده اسانسير الفردوس الاعلى، يبقى مين اللي يضيع الفرصة دي؟ كثير مننا ما بيحفظش القرآن لانه متعقد وحاسس ان طريقه طويل وحاسس ان الموضوع صعب، عشان كده ربنا من علينا، يعني ده منهج الـ يعني الـ الـ المشروع بتاع تحفيظ القرآن اللي احنا سميناه طريقة المحطات السبعة للحفظ والتجويد باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني ازاي ان احنا قسمنا الطريق لسبع محطات وخلينا كل محطة تتقسم لاربع سرعات، يعني طريقة هقول لكم عليها بعد كده، ولكن كلام عمل يا جماعة. طب اللي كان حافظ بقى معاه كذا جزء هيدخل ازاي؟ هيدخل، ولكن هيدخل بطريقة فنية، يعني مش هجيبه من الاول، ولا برضه هقول له انت معاك 5 اجزاء وانا عارف ان هو ناسي 3/4 اصلا، طب هنعمل ايه؟ طريقة عملية مناسبة، ولكن ازاي نوصل انك حافظ، يعني حافظ زي سيدنا عثمان بن عفان، تقف في مقام ابراهيم في اي عمرة الله اكبر تبدأ بالفتحة ما تركعش غير بعد الناس. ازاي القرآن يبقى في صدورنا يا جماعة؟ ازاي يا اخوانا مشروع التيجان يوم القيامة؟ ازاي يا اخوانا تيجان الكرامة تكتسح رؤوسنا يوم القيامة؟ ازاي يا اخوانا تيجان النور تتوج رؤوسنا يوم القيامة؟ ازاي نبقى ملوك؟ اذا كان ابوه وامه اللي كانوا سبب في حفظه بيلبسوا تاج نور يوم القيامة، امال هو اللي حفظ يلبس ايه؟ امال هو يكرم قد ايه؟ لا يعني سبحان الله العظيم، اللي بيحفظ قرآن النبي علمنا دايما ان ده الاول في كل حاجة. الصحابة لما هاجروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم سالم مولى ابي حذيفة، عبد عند ابو حذيفة رضي الله عنهم اجمعين. الصحابة كانوا بيخلوا سالم مولى ابي حذيفة يأمهم، ليه؟ لانه اكثرهم حفظا للقرآن، النبي علمهم كده، الامامة للاكثر حفظا للقرآن. طب الولاية، عمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين اعظم حاكم في العالم، سافر بره المدينة المنورة في مهمة من مهام الخلافة، فاستخلف عليه مين؟ واحد قبله قال له من استخلفت؟
يا خليفة رسول الله، يا أعظم قائد في الكرة الأرضية، يا اللي مش بتحكم الولايات المتحدة الأمريكية، ده أنت بتحكم الولايات المتحدة الإسلامية، سبت مين مكانك؟ فقال ابن أبزة، قال له أه مين؟ المولى العبد، قال له إنه حافظ لكتاب الله، ده واحد حافظ القرآن وعنده علم في الشريعة. وقال له عمر، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. ليه الكتاب ده ما يرفعكش؟ ليه الكتاب ده ما يرفعكيش؟ ليه الكتاب ده ما يبقى سبب رفعتنا في الحياة يا جماعة؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يا شباب، الكتاب ده هو هيبقى سبب رفعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. المشهد بقى اللي يقطع القلب، مشهد 70 صحابي مقتولين يوم غزوة أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه وساعة إنهم يحفروا 70 قبر، فكان النبي بيدفن كل اتنين في قبر. فالنبي لما يجوا يدفن الاتنين، النبي يسأل سؤال واحد بناء عليه، مين اللي يدخل القبر الأول، مين اللي يلحد الأول؟ يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن. يا ربي، يعني المقدم في حياة البرزخ الأكثر أخذ للقرآن، يعني المقدم في الإمامة، المقدم في الولاية، المقدم في حياة البرزخ، في عالم البرزخ، يعني قدم في الدنيا وكمان بيقدم في القبر، الأكثر أخذا للقرآن. ويوم القيامة ربنا يرضى عنه قبل الناس، ربنا يتوجه قبل الناس، ربنا يحليه قبل الناس، يعني مقدم في الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي الآخرة، وربنا يديله نعيم التميز عن كل من سواه. يا اخوانا، يبقى حفظ القرآن ده مش حاجة سهلة كده. يعني ايه الكتاب؟ عايز اسألكم يا اخوانا، ايه الكتاب اللي الحرف فيه بعشر حسنات في كل المكتبة الإسلامية غير ده؟ ده انا مش بكلمك عن كتب الدنيا. هل في كتاب فقه الحرف فيه بعشر حسنات؟ هل في كتاب عقيدة الحرف فيه بعشر حسنات؟ انت قصدك ان يعني العلوم دي مش مهمة؟ لا، ده العلوم دي عاملة زي اللؤلؤ والقرآن زي الزبرجد مثلا. ده انا بقارن ما بين احجار كريمة، ولكن ده وسط الاحجار الكريمة سابق. هل في كتاب في اي علم من العلوم هيستناك يوم القيامة لما ينشق عنك قبرك ويقول لك انا صاحبك؟ القرآن بس اللي الحرف فيه بعشر حسنات، القرآن بس اللي بيستناك يوم القيامة. يا اخوانا، حفظ القرآن حياة، حياة هيحييلك كل لحظة في وقتك. انا عارف ان في شباب كتير منكم بيشتكوا من كتر النوم، وبيشتكوا من الفطور والكسل، وبيشتكوا من قفلة القلب في تلاوة القرآن، وبيشتكوا من عدم الخشوع في الصلاة، وبيشتكوا من عدم قراءة ورد القرآن، صح ولا لا؟ عارف ان في ناس كتير منكم بيشتكوا من تضييع الوقت، وان الوقت، عارف الكتاب ده اهو هينقلك نقل. الكتاب ده حياة يا جماعة، هيخليك تستثمر كل لحظة في حياتك. احد الاخوة حفاظ القرآن، من الاخوة يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني قبل ما ينام يقولك بدل ما اقعد افكر يمين وشمال اي افكار ملهاش لازمة، يقولك اقعد اقرا القرآن، يقولك بجيب جزء كل ليلة قبل ما اعرف انام، قبل ما عينه تغلبه جزء. يعني شاب تاني قاعد عايش يا عيني بقى في السحاب مع الاحلام بتاعته، وده جايب له جزء قبل ما ينام. يا اخوانا، انتوا عارفين ان القرآن بيعلمك ان الثانية لائمة من وقتك. ده بسم الله الرحمن الرحيم 23 حرف ب 230 حسنة، ده آية واحدة، آية الكرسي 200 حرف، يعني تلاوتها ب 2000 حسنة عشان تحفظها مش هتقراها اقل من 10 مرات. انا مش عايز اقول 20-30 مرة، يعني 20,000 حسنة، وعشان تراجعها، ده انت بتراجعها وانت بتحفظ الربع بتاعها، وبعد كده بتراجعها لما بتيجي، ده انت كل مرة في الحفظ بتسمع القديم، فانت بتراجعها 100 مرة اصلا، غير بقى المرات اللي هتقراها فيها في حياتك. يعني انت ممكن تاخد لك 200,000 حسنة بسبب حفظ آية واحدة. امال الاكتر من 6,000 آية دول عم تحفظهم هتاخد حسنات قد ايه؟ ده حفظ آية يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان اللي يحفظ 10 ايات من سورة الكهف يعصم من فتنة الدجال. حفظ 10 ايات، امال اللي يحفظ القرآن كله؟ امال اللي يحفظ السورة كاملة؟ النبي يقول لك ان سورة الملك تنجي من عذاب القبر، امال اللي يحفظ القرآن كله من سورة واحدة؟ النبي يقول لك ان آية الكرسي لما تقرأها بعد كل صلاة ليس بينك وبين الجنة الا ان تموت. يعني حفظ آية وتلاوتها تدخلك الجنة، امال حفظ القرآن يعمل فيك ايه؟ امال اللي جايب القرآن كله؟ القرآن حياة يا جماعة. عشان كده سبحان الله، اخت من الاخوات
وانا يعني بقول ببدأ يعني قصة اخت من الاخوات, وزي ما بقول لكم الكلام ده كله واقعي, لان يعني بالذات بقى الاخوات يقول لك ايه, طب اعمل ايه, طب انا متجوزة, طب انا مخلفة, طب انا ما وريش حاجة اعملها, فانا قاعدة مش عارف قدام يا جماعة, والفيسبوك والمش عارف ايه, تضيع اعمار. القرآن يحييك. الاخت بدأت تحفظ قرآن, فبدأت عايزة تخلص تقلب شغل المطبخ بسرعة عشان تحفظ قرآن. جوزها بيشتكي وتعبان ومتضايق, فبدأت تقول طب ما اعمل حاجة تانية, طب انا هحفظ النهاردة الصفحة دي, تصورها وتقوم معلقها في المطبخ. تقوم معلقها قدامها في المطبخ, وطول ما هي بتطبخ تحفظ في الصفحة. فبدأت ترتبط بايه؟ بدأت ترتبط بايه؟ بالمطبخ. بدأت ترتبط بالمطبخ لانها بتحفظ القرآن وهي بتطبخ. فبدأت تعمل ايه؟ تفنن لجوزها في الطبيخ. فبدأ جوزها يتبسط قوي, ده بقى وهي كمان سعيدة لانها قاعدة في المطبخ على طول تعمل لجوزها, وجوزها مش واخد باله انها قاعدة تحفظ قرآن. لما خد باله انبهر بها فبدأ يحفظ قرآن هو كمان. فاحنا نفسنا زوجاتنا يحفظوا القرآن يا جماعة, عشان ناكل بقى اخوانا, عشان ناكل بقى ان شاء الله ناكل ونتمتع كده. يعني الاخت ختمت المصحف في المطبخ. انا مش بقولك القرآن حياة, هيحييك, هيحيي لك وقتك. انا ليا واحد صاحبي جراح في الجامعة هنا, زميلي صديقي, هذا الاخ ختم المصحف, ختم حفظه وهو سايق العربية رايح العيادة, رايح مستشفى, لقيته جايب مصحف كده وحطه ورا الدركسيون ومثبته بأستك كده, مثبته بمكانه, وطول ما هو ماشي يبص ويحفظ, يبص ويحفظ, يبص ويحفظ. لقيته جاي لي بعد شوية بيقول انا ختمت الحمد لله. ختمت ايه؟ بالطريق ده. في اخ ختم البقرة في اشارات المرور, بيقفوا في اشارات المرور مدة طويلة, ختم البقرة في اشارات المرور. المنظر اللي يشد قلبك وانت راكب المترو في القاهرة, تلاقي دايما شباب كده رجال ونساء ومطلعين المصحف, لان مثلا ممكن يقعد ساعة لربع ويجيب له ويقعد يقرأ ويقعد يحفظ, بيبقى منظر يشد القلب. يا جماعة يا اخوانا حفظ القرآن حياة. انا فاكر مرة رحت المحفظ من المحفظين ربنا يبارك فيه, يعني يعني من النوع اللي هو لما بيروح له اخ يحفظ عنده فيقول له انا ما حفظتش, يقول له طب تعالى لا اشوفك بس, يقوم جايبه يقوم قافل عليه اوضه في المسجد وحبسه, يقول له ما انتش خارج من الاوضه اللي ما تحفظ. فممكن الاخ مثلا بعد الفجر يقول له انا جاي لك مثلا, ولا ايه ما جاش النهارده, في ايه؟ يقول لي الشيخ حبسني ما خرجنيش غير على المغرب عم حفظت القران. يعني فمره اخ حبسه في اوضه في بيته قال له تحفظ, النور اتقطع دخله كشاف, بص مفيش, انسى هتحفظ, انا هتحفظ. فسبحان الله العظيم. فكنت مرة يعني كنت زمان يعني بحفظ معاه, فاداني في اسبوع اربع اجزاء ونص, اربع اجزاء ونص, قال لي بص احفظ جزء. قلت له جزء كتير قوي, قال لي بس يعني ربنا يعينك, ولو حفظت جزء مش عارف هديك كتاب ايه, بس لو بقوا جزئين شوف انا اعمل لك ايه, بس لو رجعت كمان مش عارف ايه. المهم خرجت من عنده وانا اربع اجزاء ونص, اربع اجزاء ونص دول اعمل فيهم ايه. فبقيت ماشي في الشارع بجري, قاعد اخبط في الناس, تخبط في العربيات, انت مش عارف تعمل ايه اصلا. والله العظيم يا اخواني انا كنت احس بالكرامات وانا ماشي بحفظ القرآن. والله العظيم انا ليا ثلاث تجارب في حفظ القرآن. اول ما التزمت لما لقيت قلبي اتقفل عن الدنيا, اول ما بدأت احفظ حسيت ان ملهاش تفسير غير ان اللي بيحفظ كلام ربنا ربنا بيحفظه, ربنا بيصرف عنه الشياطين, الوساوس بقى والحسد والمشاكل اللي الكل عايش فيها ديت تلاقي ربنا نجاك منها. التجربة التانية لما كنت بحفظ مع هذا الشيخ الفاضل وكنت ماشي اخبط, والله كنت احس بالكرامات وانا ماشي. يعني انا حاسس ان ربنا, ان في حاجات بتقول لي ربنا معاك وانا ماشي احفظ. المرة الثالثة لما كنت بحفظ, كنت مرة في عمرة في المدينة المنورة او حج لا اذكر بحفظ, فلقيت ان انا مروح من المسجد النبوي للسكن اجيب لي جزئين, جاي من السكن للمسجد النبوي قرضت لي جزء, طب اما اقوم اصلي لك بجزء. حسيت ان القرآن ده حياة, حياة للنوافل, حياة لقيام الليل, حياة لي ماشي في الشارع, بقيت ماشي حسنات حسنات حسنات. قلت الله اكبر, ايه الحياة المباركة دي؟ حياة يا اخوانا. يا جماعة طالب جامعي لقى ان هو بيحضر له 3 4 محاضرات في اليوم, كل دكتور بيخرج والتاني عما بيدخل الدكتور اللي بعده بيقعد له ربع ساعه ولا حاجه حسب المده, لقى بيروح الوقت اللي بين المحاضرات ده بدا يحفظ في القران من وهو في سنه اولى كليه. قبل ما يتخرج من سنه رابعه كان ختم المصحف بالاوقات اللي بين المحاضرات. يعني انت بالاوقات اللي بين الاذان والاقامه ممكن تختم في 3 4 سنين. يا اخوانا ما تستقلوش بهذه الاوقات, احنا بنضيع اوقات رهيبه. قرانها يحيي لك اوقاتك. في اخت حفظت القرآن طالبة
يعني طالبة في الجامعة حفظت القرآن في المواصلات. واحد بيقول لك انا لقيت ان انا بقعد في المواصلة ساعة ونص، بالذات البلاد اللي زي القاهرة كمان ساعة، والوقت المنصورة عدت ما شاء الله يعني، بيقول لك بقى ساعة ونص. انا اجيب ساعة ونص تاني في اليوم منين؟ ختموا المصحف في المواصلات، ختموا المصحف يا اخوانا في هذه الاشياء، في هذه الامور البسيطة، في هذه الاشياء. اخ تاني حسبها حسبة ذكية قوي، قال لك انا الوقت بعد عروض فودافون اللي خد 1200 دقيقة وادفع 40 جنيه في اليوم، فالناس عدت كلها بتتكلم ايه بالربع ساعة والتلت ساعة المكالمة بقى مش همه بقى، صح ولا لا؟ معظم الناس يعني، كثير من الناس يعني بيتكلم مش همه. قال لك انا المكالمة مش اقل من 10 دقائق. طب انا هعتبر ان انا جالي مكالمة بعد كل صلاة وهحفظ 10 دقائق بعد كل صلاة. ختم المصحف في العشر دقائق اللي بعد كل صلاة. كان كل مرة يجيب له آية، يجيب له آيتين، يجيب اللي يجيبه بقى. ختم المصحف في 5 مكالمات بدل 5 مكالمات على الموبايل في اليوم، ختم المصحف. يا جماعة أعمارنا يا أخوانا، أعمارنا. حلو الهمة يا جماعة في الحفظ. أحد الشباب ويعني سبحان الله ربنا ابتلى بالإنفلونزا، الإنفلونزا يعني انتشرت على الجهاز العصبي، جاله شلل كامل. الذي كان معه في هذه القصة يقول جاله شلل كامل، فتشل شلل كامل. يقول فلما زاره فوجئ انه بيقول له انا حاسس ان ربنا بيفرغني لحفظ القرآن. ايه ده؟ ايه علو الهمة في الحفظ ده؟ ايه علو الهمة في ان احنا نحفظ ده؟ قال له حاسس ان ربنا بيفرغني لحفظ القرآن. بدأ يحفظ. المهم صاحبنا ده سافر ورجع يزور صاحبه اللي كان مشلول، بيقول اول ما دخلت عليه لقيته بيقول لي الحمد لله، رقت ولا ايه؟ ختمت القرآن. يعني فرحان بالختمة مش فرحان بالشفاء. بيقول سبحان الله العظيم جاله سفر تاني 3 سنين بره ولا حاجة، بيقول رجعت بصلي في المسجد لقيت واحد بيناديني من ورا، ببص لقيته صاحبنا اللي كان مشلول. ربنا سبحانه وتعالى شفاه، ربنا شفاه شفاء تام. وكان الابتلاء ده ما هو الا تصحيح مسار ليه على طريق القرآن. ولما حقق حكمة الابتلاء ربنا رفع الابتلاء. كتير دي بتحصل لنا كلنا، انك انت تبقى معوق في حاجة في الدين فربنا يبتليك لحد ما تستقيم وتلاقي الابتلاء اترفع. سبحان الله العظيم يا اخواني في الله. يعني الهمم يا جماعة، يعني الاخوة كانت في السجون كانوا بيجيبوا المراهم بتاعة الامراض الجلدية يكتبوا بها المصحف على الجدار عشان يحفظوه، عشان يحفظوا. في بنجلاديش الاطفال مش فاهمين حاجة وقاعدين يحفظوا ليل نهار القرآن. علو الهمة يا جماعة. النبي راجع مع جبريل حفظ القرآن 2 مرات في شهر لحد ما ربنا قال له سنقرؤك فلا تنسى، ما تخافش. النبي وحرصه على حفظ القرآن. سيدنا عمر لما حفظ البقرة دبح جمل شكر لله، عمل وليمة، دبح جمل شكر لله عشان حفظ صورة. ليه؟ عارف قيمة الحفظ. انت ايه اللي منعك انك تحفظ؟ مشغول، مشغولة. عمر بن الخطاب خليفة الأمة، خليفة رسول الله، وبيحفظ القرآن وقعد 12 سنة في سورة البقرة. وفي روايات تانية انها حوالي يعني على ما اذكر 4 سنين ولا حاجة، قعد سنين ومصمم ان هو ما يقطعش عبادة حفظ القرآن مهما كان مشغول، بس بيحفظ بطريقة واقعية تتناسب مع ظروفه. وده من مزايا المشروع اللي احنا عاملينه. معقولة؟ اذان ايه؟ العشاء؟ تكلموا بجد ولا ايه؟ احنا لسه ما بدأناش الدرس يا جماعة. طب نعمل ايه؟ ده الموضوع كبير جدا. خلاص مش مشكلة، هو ارزقنا ان شاء الله باذن الله. يعني هنكمل ما تيسر في الاذان والاقامة ونتكلم عن المشروع باذن الله سبحانه وتعالى بعد الاذان. اتفضل. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني نحن نتحدث عن فضل حفظ القرآن وقوة حفظ القرآن وعلو همة الصحابة وعلو همة الاعاجم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يا شباب الاستبيان اللي بين ايديكم الوقت هعلقلكم عليه الوقتي، ولكن ركزوا معي. والنساء المفروض ان توزع عليهم استبيان برضو ساعة الاذان يطبقوه وهعلقلهم عليه الوقتي باذن الله سبحانه وتعالى. واحنا بنتكلم عن المشروع، في واحد اسمه توماس ده كان مصور غربي. الراجل ده كان عايز يصور دب وهو بياكل سمكة بتنط من المية. فضل قاعد عند بحيرة 7 اسابيع، شهرين، ضعف رمضان، من الفجر للمغرب كل يوم واقف في وضع الاستعداد بالكاميرا مستني لحظة سمكة تنط يقوم دب لقطها يقوم يصورها. يعني واحد بذل المجهود القاتل ده عشان يجيب ده. يا اخوانا الناس بتبذل عمرها في اي حاجة. انت هتبذل عمرك في ايه؟
هتبذل مجهودك انت في ايه؟ تاكيو اوساهيرا الياباني اللي بعتوه اوروبا عشان يتعلم الهندسة، ساب الهندسة وساب الدكتوراه ونزل الورش واشتغل 17 ساعة في اليوم عشان يعمل اول موتور صنع في اليابان، ميد ان جابان. ده 17 يوم عشان دنيا، انت عشان الاخرة تعمل ايه؟ انت عشان ربنا تعمل ايه؟ صلاح الدين الايوبي كان جاله تقرحات في جسمه في الاماكن اللي بيجلس فيها على الحصان من كتر ما كان قاعد على الحصان ليل نهار يتابع الجيش. محمد الفتح كان بينام على خرائط القسطنطينية وهو بيوظف الجيش في فتح القسطنطينية. يا اخوانا لازم نتعب، يا اخوانا لازم ما حدش يجي يقول لي مش قادر، ما اقدرش احفظ القرآن. طب ولما تنام في قبرك هتندم ولا مش هتندم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب، لو اتحط القرآن في حتة جلدة ثم ألقي في النار ما احترق. لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. القرآن ده لو في صدرك يتحرم على النار. عارف يعني ايه القرآن ده؟ يعني شفاعة. القرآن ده يعني واحد هلك وحكم عليه بالنار. القرآن يخرجه من ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. يا اخوانا يعني ايه يعني قيمة القرآن؟ القرآن ده طلب علم. قال الامام احمد ان اول ما يبدأ به هو القرآن، عشان كده السلف كانوا يرفضوا يعلموا فقه او عقيدة او مصطلح لحد لم يحفظ القرآن. ده هدي السلف يقول لك اول العلوم. الامام النووي قال لك هو اشرف العلوم واعظم العلوم. الامام ابن تيميه في الفتاوى الكبرى قال هو اصل العلوم. قال لك القرآن الاول، حفظ القرآن الاول. عشان كده كل احاديث طلب العلم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسقطها على حفظ القرآن. ان الملائكة لتضع اجنحتها لحافظ القرآن رضا بما يصنع. وانت ماشي ورايح التحفيظ وجاي من التحفيظ، الملائكة تفرش لك الطريق باجنحة الملائكة من رضا الملائكة عما تصنع. القرآن هيغيرك، هيخليك ورد التلاوة يبقى سهل عليك، هيقلل نومك، هيخليك انسان عندك عزيمة، هيدربك يا ابني. احدى المحافظات تحكي وهي مذهولة، اخت عندها راحت تحف، راحت تسمع والمحافظة مش فاهمة تعبانة ليه، قتر انها بتولد، الام الولادة بدأت تجيلها وصممت انها تسمع قبل ما تروح المستشفى، صممت انها تسمع وبطنها كل شوية يجيلها الانقباضات اللي تبقى في الاول قبلها بفترة دي او منذرة قبلها بفترة وتقف وتكمل، تقول يعني كان عقلها يطير لما عرفت ان هي بدأت الام الولادة تجيلها وهي مصممة انها تسمع القرآن ومصممة انها تكمل في طريق حفظ القرآن. الاخوات اللي حفظوا القرآن الواحد مبهور من تعليقاتهم، يقولوا لك ويقولوا لك اخلاقنا اتغيرت، بقينا هاديين في بيوتنا، بقت حياتنا هادية، ما عدناش عصبيين. القرآن، حفظ القرآن غيرني، حفظ القرآن هيغيرك، هيغير قلبك وهيغير عزيمتك. يا اخواني في الله، يعني انت الخسران لو صفقة القرآن راحت من حياتك، انت الخسران. خد بالك حفظ القرآن صفقة، لو راحت منك انت الخسران، ليها شروط جزائية. يعني ما حفظتش ايه يعني؟ انت حر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. العلماء قال لك الحديث ده في حفظ القرآن، في حفظ القرآن. العلماء حملوا حفظ القرآن، اللي ما هوش حافظ حاجة من القرآن خربان من جوه. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب كانوا بيحفظوا الأغاني والمسلسلات والتمثيليات، ما بيحفظوش القرآن. يا رب يا رب كان ممكن واحد فيهم بيحضر دراسات عليا يذاكر مجلدات يحفظها ويقول لك مش قادر احفظ القرآن يا رب، مش قادر احفظ صفحة في الاسبوع ولا نص صفحة في الاسبوع يا رب. ان قوم اتخذ النبي يبقى خصيمك يوم القيامة؟ تستحمل ان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى خصيمك يوم القيامة؟ اوعى تعرض نفسك للموقف ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. المحرومين فعلا اللي ما خدوش الاثنين دول، اللي يستحقوا انهم يحسدهم اللي خدوهم الاثنين دول. لا حسد الا في اثنتين. ايه؟ واحدة ربنا اتاها الموديلات والبرفانات، واحد ربنا اتاها الموبايلات والعربيات، واحدة ربنا اتاها الارصدة والموبيليا يا اخوانا لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله القرآن، واحد ربنا حفظ القرآن وبيقوم به الليل وبيعلم الناس بيه، هو ده اللي يتحسد. يا اخوانا المرأة التركية اللي جت جنب مرأة عربية في الحرم ولقتها بتقرأ قرآن قعدت تبكي، فقالت لها: انا ما اقرأ قرآن، ما اعرفش اقرأ.
الاتراك والجنسيات بقى وانت رايح على الشرق مرورا بقى بالصين، الناس دي العربيه بالنسبه لها صعبه جدا، ما يعرفوش عربي خالص. يعني الاوروبيين لما بيدخلوا في الاسلام سهل يلقطوا عربي بسرعه، انما من تركيا وانت طالع على الشرق اللغه العربيه صعبه جدا جدا عليهم، ولغاتهم اصلا بتبقى معقده جدا ومكلكعه. انت ممكن تتفاهم في الحرم مع واحد اوروبي واحد امريكي، انما انك تتفاهم مع واحد تركي لا يمكن، انك تتفاهم مع واحد صيني ده من ربع المستحيلات. مفيش اي قاسم في اللغه مشترك بيننا وبينهم. سبحان الله، الست دي عارفه كلمتين بالعربي تبكي وتقول انا ما اقرا قران، انا قعدت تقول كلام معناها اروح جهنم لو ما قريتش القران، وقعدت تبكي نفسها تقرا قران بالعربي. انت ربنا اداك انك تقرا وانك تقدر تحفظ، تفتح المصحف كده وتحفظ، غيرك محتاج 4 سنين يتعلم لغه عربيه عشان يقدر يفتح المصحف ويحفظ. انت ربنا اداك النعمه دي هتتحاسب عليها باذن ربنا، هتتحاسب عليها يوم القيامه. يعني فرحه الختمه، فرحه ختم القران، اللحظات اللي يعني شفتها حتى مع زوجتي وهي بتختم، شفتها يعني لحظات ختم القران دي يا جماعه لحظات مهوله، والله العظيم اغلى من 100 مليون جنيه جمل الواحد. يعني تخيل وانت بتختم المصحف تلاوه، لحظه ختم المصحف تلاوه، شوف بيبقى حال فرحتك شكلها ايه. امال ختم المصحف حفظ، ربنا اصطفاك انضمت لقافلة الحفاظ، اهل تيجان الكرامة على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، بقيت مشروع ملك من ملوك القيامة، بقيت مشروع ملك ان ربنا قبلك وان استقمت على ما حفظت. يبقى اصطفاء ده شكله ايه؟ واحد هيقول لك انا يعني لا، قبل ما انت تقول وانت تقولي اوعى تقول انك مشغول. مشغول عن ايه بايه يا ابني؟ مشغول عن ايه؟ ابن تيمية ده انا مش هقولك ما تقوليش مشغول بالدنيا، ما تقوليش مشغول بالدين، ما تقوليش مشغول في الدعوة، ما تقوليش مشغول في طلب العلم، ما تقوليش مشغول بأي حاجة. ابن تيمية لما سجن فمنعوه من اي كتب، ما كانش معاه غير المصحف، فاقبل على المصحف قال كلمة يا جماعة من يوم ما سمعتها كلمة تقطع القلب، قال وساعتها او يعني وقتها يعني ندمت على كل ساعة اضعتها في غير كتاب الله. يا ندمي على كل ساعة يعتبر القرآن. ده ابن تيمية يعني واسطة العقد، فجمع علم من كان قبله وكل من بعده على عليه. ابن تيمية واسطة العقد في العلم الاسلام، في علم الاسلام. ابن تيمية يقول لك ندمت على كل ساعة اضعتها في غير كتاب الله. تخيل انت الكلمة دي، اوعى تقول لي اصل انا بنسى. ويعني بتنسى؟ يعني واحد ابنه بيقول له انا بحفظ وانسى بحفظ وانسى، فقال له خد عامل سلة فحم كده في مكان بارد، كب الفحم من السلة بعد ما تحببت خالص بقى وبقى لونها اسود من الفحم اللي فيها، قال له روح املالي السلة دي من البحر وتعالى. فالواد راح يملاها من المية، فالمية بتنزل من السلة، المية ما هياش حلة ده سلة مثقوبة. فرجع قال له المية ما بتجيش فيها، قال له لا لا شوف يمكن تكون انت اللي بطيء فالمية بتنزل عما بتيجي ببطء. فالواد راح ملاها وطلع يجري بسرعة، فقال له برضه فضت، قال له لا لا روح بس املاها تاني. فراح قاعد يملى وتفضى، ففي الاخر قال له بص يا ابني انت قلت ان القرآن بتحفظه وتنساه، وانت بتقالك ان القرآن ما اثرش فيك، بص كده للسلة ديت. فالولد بص لها قال له بقت نظيفة قوي، ما عادتش مهببة ولونها اسود ولونها فحم، بقت نظيفة قوي. قال له انت قلبك وبقيت من جوه كده، صحيح انت مش حافظ دلوقتي الايات ده ايه او نسيت الايات، ولكن الايات دي غسلتك من جوه، غسلت لك قلبك ونفسك وروحك من جوه، فانت بقيت نظيف من جوه. اوعى تفتكروا يا جماعة ان في حاجة بتروح وما كان ربك نسيه. اوعى تقول لي كبرت. واحد في المسجد النبوي راح في حلقة حفظ القرآن قال لهم عندي 80 سنة عايز احفظ. هتحفظ ايه يا عم الشيخ عم الحاج ده انت يعني 80 سنة ازاي عايز احفظ؟ فجاي احفظه لا ما بعرفش يقرأ ويكتب اصلا، ده لسه هيتعلم فتحة ايه في ايه كسرة ايه او ضمة او، ده اذا قعد يتعلم الطريقة النورانية عشان يعرف يقرأ ويتعلم محو الامية، وختم المصحف حفظا بعد 80، بدأ في 80 يتعلم قراءة وكتابة عشان يحفظ القرآن وختم المصحف. اللي عايز ربنا بيعينه، الصادق ربنا بيفتح له. الآية اللي مش عايزكم تنسوها أبدا، الآية اللي مش عايز ولا واحد منكم ولا واحدة منكم ينساها أبدا، قال تعالى ها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حد صدره فاضي من هموم الدنيا مشغول بالقرآن بس؟ القرآن مش عايز واحد فاضي 24 ساعة، القرآن مش عايز واحد عبقري حفظ، القرآن عايز واحد صدره سليم،
قلبه طاهر وهو مش هيسمع من حفظ القرآن. اوعي تقولي صعب، ربنا قال سهل يبقى سهل. اوعى تقول مش هقدر، ده الشيطان اللي ماسك ودنك دلوقتي وبيقول لك مش هتقدر. طب ايه المشروع اللي احنا عاملينه يا جماعه عشان نقدر نتكلم عنه؟ المشروع ده زي ما قلت لكم الاسم الكودي بتاعه يعني المحطات السبعه او طريقه المحطات السبعه لحفظ وتجويد القران الكريم. يعني المديرين بتوع المشروع ربنا يحفظهم طبعا، يعني باشمهندس احمد والدكتور محمد، دول المديرين بتوع المشروع، ودول اللي هم ايه يعني جزاهم الله خيرا وضعوا هذه خط السير بتاع التحفيظ في هذا الامر. احنا قلنا يا جماعه ايه، القران طويل والناس بتفطر وفي النص بتمل ما بيعرفوش يكملوا. قسمنا الطريق لسبع محطات. المحطه الاولى الجزء الثلاثين، ده اول محطه. التانية من سورة قاف للجزء الثلاثين، براجع بقى الورا. التالتة من سورة ياسين لقاف. الرابعة البقرة وآل عمران عشان الزهروين بفضلهم ما نسيبهمش للآخر. الخامسة من الكهف الياسين، هنرجع تاني بقى بالترتيب. السادسة من الأعراف للكهف. السابعة من النساء للأعراف. قسمناها سبع مراحل، سبع مراحل، وقسمهم التجويد على سبع مراحل برضو، بحيث مع كل مرحلة يبقى في مرحلة تجويد. بدأت من أول مرحلة معرفة رسم المصحف بس، تعرف يعني ايه صلاة وتعرف يعني ايه الجيم بس، مش أكتر من كده، تبقى قاري وانت فاهم ايه اللي مكتوب في المصحف ده. المرحلة التانية يعني قلنا هنعمل صفحة كده وش وظهر كده، أهم الأحكام بس، بس مش أكتر، يعني ايه يعني يعني طريقة في غاية البساطة في التعليم لحد ما تتعلم التجويد على سبع مراحل بإذن الله. يبقى اتقسم حفظ القرآن على سبع مراحل. طب أنا الوقت بحفظ ومش فاهم، خلاص هنبدأ نستفيد من كلمات القرآن في الطريق بحيث أنك تسخن في الفهم برضو. التحفيظ ده مش مجرد تحفيظ يا جماعة، يعني المحفظين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يعني كلهم معهم إجازات بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن الله. المحفظين دول هيساعد يعني كل شهر هنلم الناس اللي بيحفظهم ونعمل لهم مثلا زي يوم تربوي كده، هيبقى في تغذيه، هيبقى في امتحانات دوريه. طيب الازمه الاساسيه عند اللي بيحفظوا المراجعه انه قاعد يحفظ ويجري يجري يجري يجري، والمحافظ يجي يقول له يلا، هو عايز يطلع لقدام، وبعد ما يختم المصحف حفظ يجي يكتشف ان هو نسي 20 جزء من ال 30 اللي هو حافظهم. عشان كده اتعمل نظام صارم للمراجعه. يبقى قلنا هما سبع مراحل، قسمنا الطريق سبع مراحل، جوه كل مرحلة أربع سرعات، ودي من الحاجات الجديدة في هذا التحفيظ. أربع سرعات، أربع سرعات في الحفظ وأربع سرعات في المراجعة. لما إن شاء الله هتملى الاستبيان بقى الليلة، وإنت هتملى الاستبيان، هيبقى في انترفيو مع المحفظ أو المحفظة، يعني هيتصل بيك وهيبقى في انترفيو مع المحفظة أو المحفظة. اللقاء ده هيقيمك بيه، يقيمك ويتفق معاك على معدل الحفظ في أربع مستويات. نص صفحة، افرض أنت مشغول ليه تضيع الثواب ده منك؟ اوعى تستقل بنص صفحه، اوعى تستقل. ها صفحه، ربع، ربعين انت. طب افرض انا بقى عملت فيها جدع وقلت ربعين، واكتشف المحافظ ان انت مش 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 قوي، هيقوم منزلك للمستوى اللي تحته تلقائيا غصب عنك، ولن تصعد للمستوى الاعلى الا لو ايه، الا لو اديت في المستوى ده حلو تبدا تطلع تاني. طب افرض انا واحد حافظ 3 4 اجزاء قبل كده او 10 اجزاء قبل كده، طب اعمل ايه؟ يعني انت هتدخلني تاني جزء 30؟ لا، هنعمل زي طريقه التعليم الغربي كده. انا دي كليه يا جماعه، دي عامله زي مدرسه، فانت دلوقتي عايز تدخل سنه ثالثه مباشره ماشي، بس امتحنك على الاولى وثانيه. ما انا اهم حاجه عندي المراجعه، انا مش اهم حاجه عندي حفظ الجديد، انا اهم حاجه عندي، وديت هتبقى من طرق الامتحان في المدرسه، انك انت تقف ركعتين عند العمود ده تجيب لي اللي انت حافظهم فيه. هي ديت، هي دي الثمره، انك انت وانت رايح في الشارع وجاي وفي قيام الليل وفي النوافل تجيب اللي انت حافظه، ان يبقى حفظ حي. مش تيجي الاخ في المسجد يجي يقدمه الامام، لا والله يا عم انت حافظ 10 اجزاء مش فاكر حاجه. تيجي تقول له طب سمع اللي انت حافظه، لا والله انا لازم اراجع الاول. قال لا، طب وانت حافظ يعني حافظ، حافظ يعني جوه صدرك. طب ده بيجي ازاي؟ سهل يا جماعه، سهله، بس لو عرفنا نركز على المراجعه باذن الله. المراجعه برضو اربع مستويات باذن الله سبحانه وتعالى. الاستماره اللي معاكم يعني طبعا بقى يعني ايه الاستمارات المفروض اتوزعت دلوقتي على الرجال وعلى النساء باذن الله. هتفتح الاستماره هتلاقي فيه بيانات شخصيه في الاول، قول لي اسمك، مهنتك، رقم موبايلك، عنوانك. طبعا الاخوات يتاكدوا ان هذه الاستماره سريه،
يعني يعني هذه الاستماره، الاستماره ديت هياخدها يعني المسؤول الاداري عن هذا التحفيظ، ولما هتروح المسجد هتبقى في مسجد ايه ان شاء الله التحفيظ؟ مسجد الصديق، المسجد اللي هو ماسكه الشيخ احمد جلال المشاه باذن الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ان شاء الله باذن الله يجعل هذا الامر فتحت خير، عشان مسجد والدروس اللي فيه والنشاط اللي فيه هيبقى التحفيظ فيه في اماكن مفصوله عن اماكن الدروس باذن الله. المحفظ هيبقى يوميا متواجد من العصر للعشاء. المفروض ان الفتره ده تتفتح اكتر، وممكن يبقى المحفظ قاعد طول اليوم، ولكن ده المبدئي بس من العصر للعشاء عشان تقدر تقعد. عايز تروح تحفظ جنبه احفظ، عايز تروح الميعاد اللي هيناسبك. يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه، الاول البيانات الشخصيه، ودي هتبقى ان شاء الله سريه، ما حدش ياخد الورقه دي ويخرج. سلمها، ما انتش محتاجها، ما انتش هتشترك في التحفيظ خلاص ما تاخدهاش. انما ايه يعني طيب الوقت هنعمل الورش ان شاء الله باذن الله، وبفضل ومنه الله النهارده اول يوم في الورش النسائيه. يعني اختنا ام زياد ربنا يحفظها تبقى هي المسؤوله عن الورش النسائيه، هي مديره الورش النسائيه باذن الله. فهيتعمل ورش نسائيه تحت، وهيتعمل الورش الشبابيه فوق. اللي مش هيقعد في الورشه يملى الاستبيان ويديه لحد في الورشه. تاني حاجه، بيانات تتعلق بالحفظ. انت سبق لك حفظ حاجه قبل كده؟ طب حفظت ايه؟ طيب الحاجات اللي بمراجعه بسيطه، لو قلت لك خد مصحف في ساعه وتعالى سمعها لي، ايه هي؟ او ساعتين او تعالى بكره سمعها لي، ايه هي؟ طيب انت اتعلمت حاجه في تجويد؟ طب ايه اللي اتعلمته؟ ما مش اتعلمت تجويد، اتعلمت ايه؟ مع مين؟ طيب انت درست مخارج الحروف؟ طبعا مخارج الحروف ان شاء الله غالبا هنعملها لكم برضو، هي صفحة كده بس دي في المرحلة التالتة، يعني مش الوقت خالص. هتبقى بطريقة ايه ظريفة، يعني ممكن تبقى طريقة اصلا ايه طريفة، يعني طريقة يعني ممكن تضحك وانت ليه، لان احنا هنجيب الكلمات العامية بتنطقها ازاي، ونقول لك نفس الحرف بينطق في القرآن ازاي بكل بساطة، بدل ما اقعد اديك بقى مخارج الحروف والاستفال والاستعلاء لا انا يعني انا عايزك في المراحل الاولى تبقى عارف تنطق صح ازاي بس ببساطة خالص. من العلوم اللي تعنت بعض من يعطوها، يعني انا فاكر مثلا ايه لما كنت اجي مثلا ايه اتعلم تجويد الفتحة، فانا مثلا ايه انت اخ بقى كده ورايح يقول لك قول يلا بسم الله الرحمن الرحيم، فانت تقول بسم الله الرحيم يقول لك لا الراء غلط، طب اعمل ايه يا ربي؟ تيجي تقراها تاني غلط، طب اعمل ايه يا جماعه؟ ده انا لسه في البسمله، ده انا ما دخلتش في الفاتحه، وبيقولوا لي ان مش هتعرف تقرا الفاتحه صلاتك باطله. تاني بعد 15 مره يقول لك ايوه هي كده، والله ما انا عارف هي كده ليه اصلا. قال طب انا الوقت يا جماعه ما اناش فاهم، انا مش فاهم، انت راجل ربنا من عليك وعرفت مخارج الحروف بكل دقه، انا مش فاهم انت بتقول لي ايه، ما تبتقليش بحاجه تكرهها تعقدني في تجويد. 90% من اللي بيدخلوا عند تجويد الفاتحه بيقوم ساب علم التجويد كنت مش عارف اقرا الفاتحه، هقرا ايه بعد كده؟ فازاي يا جماعه ان احنا ندخل بسهوله؟ ندخل ببساطه. التالته بيانات اداريه بقى، وديت مهمه جدا، الخانه التالته ديت المواعيد المتاحه للحفظ. الحفظ 6 ايام في الاسبوع، 6 ايام ما عدا يوم الجمعه بس هو ده اللي هيبقى اجازه، 6 ايام من السبت للخميس. انت هتقول ايه الوقت اللي يناسبك؟ افرض انت طالب في الجامعه، فانت مثلا بالنسبه لك وقت صلاه الظهر بتكون المحاضرات خلصت وممكن تروح، اكتب يعني ما تتقيدش بان احنا قلنا من العصر للعشاء، وان كان طبعا من العصر للعشاء الوقت هو الحاجه الاساسيه، يعني انما قول لي انت تقدر تيجي بس، انا اقدر اجي مثلا ايه العصر اي يوم، انا اقدر اجي مثلا المغرب، انا اقدر اصلي معاكم العشاء، انا اقدر مثلا يوم السبت والثلاث بالذات، انا اقدر مثلا يعني باشمهندس احمد بيقول لك الوقت المتاح بالساعه من الى، يعني تقول مثلا انا سبت وثلاث مثلا من الساعه 5 للساعه 8 متاح، من الظهر للعصر متاح، يبقى انت كده بتساعدني، لان احنا ناخد الكلام ده وبناء عليه هنرتب المواعيد. الورش بتاعت النهارده بتاعت الرجال هيبقى الضيوف بتوعها المحفظين، هيبقى يعني ما اعرفش بقى يعني ايه هيبقى كل الورش ولا ايه، ولكن المحفظين انا شايف بعض يعني يعني المشايخ من المحفظين ربنا يحفظهم يعني موجودين، بعض اخواننا من المحفظين موجودين، هيبقوا ضيوف على الورش النهارده بحيث ان هم يفهمونا برضو نعمل ايه، يناقشوك مثلا ايه المعوقات اللي بتقابلك في الحفظ، لان زي ما بقول لكم يا جماعه الهدف اساسا بتاع هذا التحفيظ هيبقى تربوي. يعني احنا المشروع اللي احنا بادئينه مع بعض بقالنا فتره مشروع بناء بيئه الايمان، مشروع انك ما تدخلش الدين تلاقي درس، درس من المغرب للعشاء يوم الجمعه وطول الاسبوع اخبط راسك في الحيطه، لا ده احنا في نص الاسبوع هنتقابل في ليله قرانيه وممكن بعدها نصلي مع بعض او نروح مقابر وهنا هنتقابل، وبعد كده في ورش، والورش ديت المفروض انكم تعيشوا مع بعض طول الاسبوع، لو انتوا العلاقه الايجابيه نمت بينكم وبين بعض
لو انتوا فعلا متعاونين مع الاخ اللي ماسك معاكم هذه الورشة هتبقوا طول الاسبوع صحبة مع بعض. الوقت بفضل الله في تحفيظ قرآن كمان اهو بفضل وبنة الله ان شاء الله باذن الله. كل شوية ملمح جديد. من 3 اسابيع كنا بنقول ورش الشباب بفضل الله، من اسبوعين دخلت ورش النت، الوقت 9 ورش بفضل الله. شبابنا واخواتنا اللي على النت دلوقتي بنعتذر على ان ممكن ما نقدرش نقبل اعداد زيادة في الورش دلوقتي، لان ايه يعني يعني حسب طاقة الورش على النت باذن الله، انما ان شاء الله قريبا الموضوع يتفتح اكتر من كده على النت باذن الله. فيعني ورش النت بتبدا فورا بعد ما الدرس يخلص، ورش المسجد الشبابيه بتبدا فورا، والليله باذن الله الورش النسائيه بفضل ومنه الله هتبدا تحت عند الاخوات. عايزين الاخوات يتعاونوا مع بعض، عايزينهم يبقوا فعلا اخوات بحق وحقيقي، ما يقعدوش يهقوا مع بعض، ما ياخدوش ارقام تليفونات بعض عشان يتكلموا في الطبيخ وطريقه عمل الملوخيه بالجمبري وطريقه مش عارف ايه، لا احنا عايزينهم يبقوا علاقه ايجابيه. ابني حياتك من هنا بقى من اول وجديد. عايزين يبقى في بيئه ايمان نسائيه وبيئه ايمان رجاليه، عايزين النساء يبقى عندهم بيئه ايمان. بداناها بالورش شويه ان شاء الله باذن الله، والليله القرانيه طبعا متاحه للنساء، التحفيظ اهو بفضل ومنه الله هتملي الاستبيان، وهنتصل بيكي اخت من الاخوات المحفظات او الاداريات هتتصل بيكي وهتحدد لك هتيجي امتى في مسجد الصديق باذن الله. يعني احنا ماشيين مع بعض يا جماعه، عايزين نساعد بعض بقى، لازم تساعد نفسك. في ناس ما بتنامش او ما بتستريحش عشان انت توصل لربنا. يعني يا جماعه ما تتخيلوش ان ده وكل ده فتح ربنا، يعني ايه طلعت في دماغ حد كده نعمل تحفيظ. تحفيظ ده بيترتب له بقاله شهرين او اكتر كمان، التحفيظ ده بيترتب له بيعد ليه عشان يخرج في الاخر بمذكره بالمنظر ده، تبقى منهج ينفع ان اي حد في اي مكان ياخده ويطبقه عشان يتوصل للمنهج ده. في ناس تعبت وسهرت، وطبعا كل ده في ذات الله مش عشان حد، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انا عايز اقول لك ان لما حد يمدي لك ايده مدي له ايدك، لان كل ده عشانك انت وكل ده عشانك انت. الورش النسائيه عايزين قمه الاخلاقيات بين الاخوات وبعض، قمه الاخلاقيات، تعرفوا على بعض، اعرفوا بعض في الله، صحوا بعض لقيام الليل، تحضروا مع بعض الدروس النسائية او الايام الايمانية، ابدأوا بقى ابنوا حياتكم مع بعض، ابدأوا بقى يبقوا لكم صحبة. انا قبل كده كنت اقول يا شباب احفظوا القرآن، واقعد يا عيني يعني اخرج من الدرس عايز سرير انام عليه من كتر. الوقت بقى في ورشة، بقى ليك صحبة، فانا عارف ان لما بقول لك الوقت احفظ انت معاك صحبة، مش هتبقى لوحدك، وفي مشروع معمول يبقى انت عارف هتروح فين. يعني اللي بعد كده مش هيمشي بقى في الطريق يا جماعه ده تنبل، ده تنبل بقى، يعني ده ايه ده يعني ده الله يهديه. يعني بعد كده هنعمل ايه؟ يعني ادي الصحبه يا عم اللي هتقعد تساعدك في الحفظ وتحفظ معاك، وادي يا عم اهوت المسجد بالمحفظين ببيئه التحفيظ نجيب لحضرتك تحب تفطر ايه؟ حضرتك تحب المنو يعني نعمل ايه بعد كده؟ كل ده لان في احساس فعلا الشباب عايشين في بيئة صعبة قد ايه. كل ده لان احنا حاسين بالنار اللي انتوا فيها، بالنار اللي اهل الباطل بيقودوها حواليكم. فكل ده عشان ما يبقاش اهل الباطل شغالين عليك وما فيش بيئة ايمان تنجو منها من هذا الباطل. انما لما يبقى في بيئة ايمان وانت ما تروحش انت حر. قاتل المئة فرق مصيره على خطوة. شبر اقرب لارض البيئة الصالحة. شبر تعرفش انت هتعيش هتموت هتروح هتيجي، قدامك بيئة ايمان، ارمي نفسك يا اخوانا. عايزين نبني الموضوع مع بعض، عايزين الورش ديت انت تبنيها. ليه اللي ماسك الورشة هو اللي يتصل بك طول الاسبوع يقول لك تعالى نحضر الدرس الفلاني؟ خليك انت ايجابي واتصل انت بالكل، تعالوا يا جماعة اما نعمل كذا، طب انا عندي فكرة كذا، خليكوا ايجابيين يا جماعة. يا اخوانا الواحد نفسه يشوف بقى الشباب والبنات الايجابيين يا اخوانا، الديناموهات المحركين اللي عنده ذاتية اللي عنده اقدام وروح مبادرة في الدين. اشمعنا في الدنيا ابطال وفي الدين بالمنظر ده؟ عايزين ان شاء الله باذن الله يعني الورش زي ما قلنا بقى خلاص كده يعني الاخوات اسم المسؤولة الاخت ام زياد دي مديرة المديرة لبداية الورش الاخت ام زياد. جميع بيانات النساء في الاستماعات سرية وهتتصل بهم احد الاخوات عند البدء في التحفيظ ان شاء الله باذن الله.
الورش النسائيه بفتح الله وحده هتبدا الليله. عايز الاخوات ينتظموا فيها. الاخت اللي ماسكه الورشه ما هياش احسن واحده فيكم يا بنات ولا حاجه او يا اخوات، ولا هي اكثركم علم، ولكن هي يعني مصدر تشجيع وعلى تواصل بينا، بحيث ان ايه من خلال طبعا الاخت اللي ماسكاهم، بحيث ان احنا نقدر نوصل لكم اعمال دينيه كتير يعني. فانا عايز يبقى في روح اخوه وحب بين الاخوات وبعض، لان يعني ايه بالذات الحاجات بتاعت الاخوات الواحد بيحس ان ايه لو ما فيهاش حب قوي ما بتمشيش. فحبوا بعض واحتفوا بالفكرة وتجاوزوا اي حاجة عشان هذه الورش النسائية تنجح زي ما ماشية بفضل الله على النت وفي المسجد. بالنسبة للشباب هنملى الاستمارات، هتحدد موعدك ووقتك، خلاص هنتصل بيك هتسلم خلاص الموضوع خلصان. عايزين نقول ايه تاني؟ ان شاء الله باذن الله الليلة القرآنية بتاعتنا يوم ايه؟ في واحد ما حضرش معانا بقاله كذا اسبوع فيقول لك مش الاربع الاثنين، هي يوم ايه؟ التلات. يوم التلات في مسجد ايه؟ الصفطاوي. صلاة ايه؟ العشاء باذن الله. بنشرح ايه؟ ايات عباد الرحمن. المرة الجاية ان شاء الله ايه؟ اخر مرة في شرح ايات عباد الرحمن. الله يغفر له اللي خد الخمسين من جنيه مني المرة اللي فاتت، مش ناسيها له يعني، بص اثر فيا ان شاء الله باذن الله بعد كده مش هعملها تاني. المهم يعني ايات عباد الرحمن ان شاء الله باذن الله الورق الدروس بتفرغ النهارده جلسات عباد الرحمن عشان هتنزل ليكم باذن الله في الليله القرانيه، وهيتعمل امتحان عليها وهيكرم اللي فازوا بالمراكز الاولى هنا في الدرس باذن الله، زي ما هيكرم كده الفريق الفايز في الدوري بتاع الورش باذن الله لما يبدا على طول هيكرم برضو الفريق الفايز باذن الله. يعني يعني ان شاء الله باذن الله الليله القرانيه يوم التلات العشاء في مسجد الصفطاوي. مين هيجي؟ ايوه كل مره كلهم رافع ايده وايه ويجي ناس ثانيه خالص. هلاقي ناس تانية انا ما اعرفش انتوا جايين منين اصلا، بس يعني كل درس وله رزقه كده سبحان الله. مين هيجي؟ انا ببص لكم اهو اللي رفع ايده ده بيرفع ايده قدام ربنا. ارفع يا هلا يا ده ارفع يا. مين هيجي؟ الاخوه نصابه ما شاء الله. مين هيجي؟ ايوه واحد عامل كده يعني ايه انا مش هنا انا مش جايه. مين هيجي؟ ارفع يا. اللي ورا ما بيرفعش ايده ليه؟ طيب يلا كويس الحمد لله وشكر لله. نتعشم طبعا الليله القرانيه، لما الدرس هنا يعني بندخل في مواضيع تربويه اسماء حسنى حاجات من كده، فالواحد اثر ان القران ما يتاثرش ابدا، يبقى في ليله قرانيه الثلاث باذن الله. اخواننا في ورش النت بقى يبداوا فور الدرس ان شاء الله، اخواننا في ورش المسجد يقعدوا فور الدرس باذن الله. باشمهندس احمد سلطان والشيخ تامر شكري هينظموا الموضوع بقى ان شاء الله معاكم، ويوزعوا المحفظين على الجلسات باذن الورش. اخواتنا في ورش النساء ارجو انهم يبداوا الورش بالاستغفار، ابداوا وانتوا قاعدين في الورش بالاستغفار، لان انا حاطط ايدي على قلبي من ايه؟ من الورش النسائي. لان الاخوات يعني قلوبهم ضعيفه وايه؟ وطموحاتهم كبيره وبيدخلوا بقلب جامد في كل حاجه. واحده واحده يا بنات، واحده واحده يا اخوات، واحده واحده يا اخواتنا الفضلات ان شاء الله. وربنا يفتح علينا جميعا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله باذن الله. طريقه المحطات السبعه لحفظ وتجويد القران الكريم على ايديك، وان شاء الله تنتشر في العالم كله. اللهم اجعلنا من حفاظ كتابك، اللهم ارزقنا حفظ كتابك، اللهم من علينا بحفظ القران، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اخرج شياطين الانس والجن من بيننا، اللهم تقبل ما نفعله ابتغاء وجهك الكريم. اللهم يا ربنا ألبسنا تيجان الكرامة يوم القيامة، ألبسنا تيجان الوقار يوم القيامة، ألبسنا تيجان النور يوم القيامة. اللهم يا ربنا أقمنا على منابر النور في ظل عرشك بالأخوة فيك والحب فيك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.